المرسوم التنفيذي الاول 2069 والمرسوم التنفيذي الثاني 2070، يعني غادي يتعرض للاجراءات القانونيه والقضائيه. في اليوم الاول يعني 5 ابريل كانت هناك نوع الاستجابه كانت حتى وصلت 60-70% خاصه الساعه الاولى، يعني من الساعه 7 الى الساعه 8 مساء. تلاقينا بعض الصعوبات. اولا الصعوبات تكمن في عدم فهم المرسوم التنفيذي، يعني كاين بعض الناس يقول لك باللي متعلق بالسيارات، كاين بعض الناس يقول لك متعلق بالمحلات التجاريه. لقينا بعض الصعوبات، يعني احنا كيما نقول لك بالرغم ذلك طبقنا القانون وكان هناك بعض نوع من التحسيس. كذلك لقينا صعوبات في عدم حيازه الرخص الاستثنائيه. هذه الرخص الاستثنائيه جات تكلمت عليها السيد الولي بقرار ولائي. هذا القرار الولائي تكلمت عليه رقم 426 المؤرخ في 5 أبريل 2020، هو المتضمن تفويض إمضاء لرؤساء الدوائر الرخص الاستثنائية لتنقل المستخدمين لدواعي مهنية على مستوى ولاية عين تمشق خلال فترة الحج الجزئي. الساحل الجزئي. المادة 2 من هذا القرار تقول بأن هذه الرخص الاستثنائية شخصية وفردية، لا يجوز حاملها أن يستعملها لمرافقة أشخاص آخرين. يعني كل شخص له رخصة استثنائية هو يستعملها بنفسه فقط. نعم. يعني حتى في المركبة التي يرتطيها ما يقدرش يركب معها ناس واحد اخرين لأي سبب من الأسباب. الاستجابة في اليوم الثاني يعني يوم البارح 6 أبريل كانت استجابة نوعا ما، كان هناك نوع من الوعي. نعم. بالرغم من ذلك احنا في وسط المدينة ما كانش عندنا إشكال، يعني الشوارع الكبرى الإشكال كان هناك في بعض الأحياء الشعبية. الاحياء الشعبيه كان هناك بعض من يعني احنا نعرفوا يعني الاحياء الشعبيه تاعنا هنا في ولايه عين تمشق، يعرفوا هناك مناطق وكاين تجمعات وين كاين، يعني احنا وعيناهم خاصه نتكلموا على الساعات الساعه الاولى يعني بين 7 و 7:30. بعد ذلك عندنا اتخاذ اجراءات ما هو مناسب. يعني الماده 17 من المرسوم التنفيذي 2020 تتكلم على تطبيق هذه الماده 17 صريحه ان كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقايه واحكام هذا المرسوم يقع تحت طائله العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. سجلت عقوبات هذا المرسوم؟ بالتاكيد. يعني دوك نعطيك الاحصائيه الاخباريه. هذا في قانون العقوبات هذه الماده تحيلنا الى نص الماده 459 من قانون العقوبات. نعم. المتعلقه بالمخالفات المتعلقه بالنظام العمومي. يعني هذه الماده جاءت صريحه تقول لي ان يجوز ان يعاقب بالحبس من 3 أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم والقرارات المتخلفه قانونا من السلطه الاداريه. يعني احنا هنا كذلك كاين واحد لا يعدل احد بجرم قانون. يعني باش نفسروها، احنا مادام مرسوم تنفيذي صدر في الجريده الرسميه القانون يقول لك 24 ساعه في الجزائر العاصمه 48 ساعه في باقي التراب الوطني. والقاعده القانونيه تتميز بثلاث اشياء، انها سلوك اجتماعي عام.